فخر الدين مات؟ لا لسه. عارفة يا نرجس، حاسة نفسي زي حبة المطر نزل من فوق لتحت، خايفة من اللحظة اللي أرتطم بيها بالأرض وأغرق في الطين. مش قادرة أتخيل بكرة من غير فخر يا نرجس، ده آخر حد فاضل لي من أهلي. حتى لما كنت صغيرة وأنا في الملجأ كنت الوحيدة اللي عندها حد يهديها في الأعياد، لعب، فساتين، بيموت هخسر آخر سند ليا في الدنيا. عشان كده أنا جايبة لك سند تاني. أنت بتقولي إيه؟ اللي أنت هتسمعيه دلوقتي هيغير حياتك كلها. فهماني يا جشمان؟ انت عارفه الولد ده يبقى مين؟ مش ده الولد اللي لقيتي اللي لقوه في ده اللي كل الناس فاكرينه، لكن اللي انا هقوله لك دلوقتي حاجه تانيه خالص. عزيزه، احكي لهانم اللي انت قلتي نازلي هانم، قولي لها الولد ده يبقى مين؟ ابن جلاله الخديوي يا مام الاميره. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ده يبقى ابن الخديوي؟ ثلاثة بالله العظيم أنا ما بكدبش. هي كمان معاها الدليل. هي حكت لنازلي هانم وهي وعدتها إنها هتكلم الخديوي. اللي أنا عاوزاه منك بقى إن أنت تاخدي الولد ده وتتبنيه، عشان لما الخديوي يعرف إن أنت اتبنيتيه من غير أي غرض ولا غاية. فاهماني؟ أنت فاهمة الولد ده ممكن يبقى إيه؟ هيبقى خديوي المحروسة وأنت هتبقي أمه. فاهمة ده كله بقى معناه إيه؟ طيب فين الدليل؟ خاتم بيديه الخديوي لأي جارية بيبات معاها ليلة، عشان يعني ضمانا اللي في بطنها دوت يبقى ابنه. وأنا معايا الخاتم ده، جميلة الله يرحمها اديتهولي قبل ما تموت. يعني الولد ده ابن الخديوي. وأمه ما قدمتش الخاتم للخديوي ليه؟ معرفش، هي ماتت بقى واتدفن سرها معاها، بس هي قالت لي ان الخديوي اول ما يشوف الخاتم ده هيعترف بالولد على طول. وريني الخاتم. لا، ما هي مقناني ان انا ما ادهوش غير للخديوي، بس نازلي هانم قالت لي ان انا في اقرب فرصه هشوفه. انا مش عايزه اخده، انا عايزه اشوفه وبس. حاضر اهو، اتفضل. ايه ده؟ انت بتستعبطي؟ يا مصيبتي الخاتم فين؟ ده انا كنت حاطاه بايدي. يا مصيبتي ايه اللي حصل؟ يا